كلامه حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل أبدا. بعدين محمد بن هادي محاضرة آن لمحمد بن هادي أن يخرج عن صماته، ما هو في المحاضرة التي سبب فيها الأمة هذه. هل تعلمون كم شخصا تكلم محمد بن هادي في هذه الفتنة؟ يعني الأشخاص الذين تكلم عليهم وسبهم ويعني نال منهم بس في هذه الفتنة، أنا أحصيت قبل أيام كم عددا من الأشخاص الذين تكلم فيهم؟ 61 شخصا بالجملة بالأسماء بالأعيان. ثم بعد ذلك صار يرمي بالدول، صعافقة العراق، صعافقة ليبيا، بالدولة. شوف هذا محاضرة الصمات التي يقول أنها آن له أن يخرج عن صماته، هذه محاضرة أنتم سمعتموها؟ يعني أسألكم بالله هاتي هذه المحاضرة أسمعها أي إنسان عامي لا علاقة له بالعلم يسمع هذه المحاضرة كلها السب والشتم. الكذاب يا جولة شغفت جولة الزجاج، أيها الكذاب، أيها المدربين، وصل فيك وما أدري من وكذب، وأرسلت له فلان وعلان، إيش هذا؟ والنزار الكذاب، الكذاب الكاذب، الكذاب الفلان العلان القار العاهر الفاجر الخبيث أفجر الناس، إيش هذا؟ هذا مسجد هذا ولا حلبة حلبة العراق؟ هل هذا المسجد بني لمثل هذا أم بني لذكر الله وإقامة الصلاة ووعظ الناس والتعليم؟ أين التعليم في هذا؟ أين هو؟ هذه أشرطة الألباني 5000 شريط تقريبا، والشيخ العثيمين والشيخ بن باز نحوها وزيادة والفوزان وغيره بارك الله فيك أشرط لهم بآلاف الأشرطة، والشيخ الشيخ محمد أمان وغيرهم والنجمي، هل في شريط منها سمعتم مثل هذه القذارة؟ أن جلس أحدهم تسفه على أمة بهذا الكلام؟ ليه؟ من الذي أعطاه الحق؟ من الذي أعطاه الحق الشرعي أن يتكلم في أعراض الناس بهذه الصورة؟ من؟ أعراض الناس حلال، كل أنواع السب هذه التي رماهم بها بالكذب والجور والظلم والإفك والبهتان، ثم بعد ذلك هو لا يريد الطلبة ويريد المشايخ أصلا، هذه الفتنة كلها هو لا يريد عرفات ولا أحمد ولا محمد ولا عيد، يريد المشايخ، ولذلك ضاق به الأمر. ها؟ ففي المحاضرة ما مثل إلا بعبيد وعبد الله والشيخ ربيع بس، مشايخ الشيخ عبيد والشيخ ربيع. كلامه حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل أبدا.